أهلا بحضراتكم من جديد. نستقبل الآن لمزيد من النقاش والتفاصيل حول زيارة وزير الخارجية الفرنسي اليوم للقاهرة دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. برحب بحضرتك دكتور حامد. يعني بداية، كيف تابعت هذا المؤتمر الصحفي الذي يعني تحدث فيه وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الفرنسي عن مجمل العلاقات التي ترتكز عليها الدولة المصرية وحجم هذه العلاقات مع فرنسا، يعني أهمية المسؤولية لبلدين كبيرين كما أشار دكتور بدر عبد العاطي، أهمية التباحثات حول الموضوعات والملفات ذات الأولوية وفي مقدمتها بالتأكيد القضية الفلسطينية. أهلا بحضرتك أستاذة حور، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. طبعا يعني هو لقاء بيؤكد على متانة وقوة العلاقات المصرية الفرنسية، ويؤكد أيضا على توحيد المواقف المصرية الفرنسية فيما يخص القضية الفلسطينية. وهذا ليس وليد اللحظة، بل أنه نتيجة تراكمات كثيرة ومركبة وعلاقات جيدة وتاريخية ومتوافقة في الكثير والكثير من القضايا. ومن أهم هذه القضايا هي القضية الفلسطينية، باعتبار أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان دائما ما يفتح أفاق تعاون وشراكة استراتيجية مع الكثير من الدول الأوروبية وعلى رأسها الدولة الفرنسية، باعتبار أن فرنسا لها دور كبير وتتمثل بالرؤية المصرية والسردية المصرية في كيفية إيجاد حل حقيقي ونهائي للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ مبدأ حل الدولتين. ولنا في ذلك عندما كان الرئيس السيسي في زيارة مهمة لفرنسا في مايو 2021، وكانت هذه الزيارة من خلال مشاركة سيادته في قمة أو مؤتمر دعم السودان وإسقاط الديون عن السودان، وحدث اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة. وفي هذا التوقيت خرج بيان قوي مشترك مصري فرنسي أكد على ضرورة وقف العدوان وضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وصولا إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين. وأيضا كانت هناك زيارة مهمة جدا للرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة في الأيام السابقة، وكان هناك تنسيق مصري مهم بين مصر وفرنسا، ودعمت فرنسا السردية المصرية. وبعد هذه الزيارة بيوم واحد يا أستاذ حور انتقل الرئيس الفرنسي وحضر اجتماعات الاتحاد الأوروبي وتبنى السردية المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار، إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية، ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين. والآن لقاء مهم بين وزير الخارجية المصري والفرنسي، كان قد سبقه بالأمس لقاء مهم بين فخامة الوزيرين في لبنان في بيروت كدليل قاطع على الرغبات المتزايدة المصرية الفرنسية للعمل وبكل قوة على خفض التصعيد في المنطقة. وهنا خليني الدكتور حامد يعني عذرا للمقاطعة، ولكن أريد أن ألقي الضوء على استغلال مصر لحجم التوافق في الرؤى وفي وجهات النظر في القضايا ذات الأولوية بالتأكيد القضية الفلسطينية مع فرنسا. إمكانية استغلال مصر لهذا الأمر، خاصة وأنه أيضا وزير الخارجية المصري أشار اليوم أنه يعني وزير الخارجية الفرنسي التقى بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدث الرئيس له بشأن القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا أيضا ما لقي ترحيب ولقي توافق في الرؤى مع وزير الخارجية الفرنسي. زي حضرتك بتشوف انه مصر حاليا بتستغل علاقتها مع كل الدول وتحملها لمسؤولية القضية الفلسطينية، وهي قضية القضايا بالنسبة لها كما كان يقول دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى يعني هدنة والوصول إلى وقف إطلاق النار
وأيضا عودة الحق لأصحابه وإعلان الدولة الفلسطينية دولة وحل الدولتين، زي ما أشار أيضا اليوم وزير الخارجية المصري. طبعا مصر بتنتهك سياسة متزنة ورشيدة وحكيمة، هذه السياسة كان لها ارتدادات إيجابية قوية على علاقة مصر بالكثير والكثير من كل دول العالم، وليس فقط الدولة الفرنسية، ولكن دائما وأبدا ما كانت العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات قوية يحتذى بها بين الدول. ولكن القاهرة ومن خلال هذه السياسة المتزنة بتستخدم هذه السياسة وهذه القوة في ومتانة العلاقات في السعي وبكل قوة إلى حلحلة الكثير من القضايا العربية وإيجاد أفق سياسي داعم لأي قضية عربية، وعلى رأس هذه القضايا كما حضرتك أشرت يا أستاذ حور هي القضية الفلسطينية. يعني مصر كانت هي المهبط الرئيسي لكل قادة العالم خلال 10 أشهر كاملة، سواء الأمين العام للأمم المتحدة، سواء رؤساء الدول، سواء رؤساء الحكومات، سواء وزراء الخارجية، كدليل قاطع على أن مصر تسعى وبكل قوة إلى دعم القضية الفلسطينية ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مبدأ حل الدولتين. وده اللي شاهدناه، يعني عندما تحركت مصر منذ اللحظة الأولى وعقدت قمة القاهرة للسلام بمشاركة أكثر من 31 دولة وأربع منظمات أممية، كانت هذه القمة هي القمة الرئيسية واللبنة والأساس لانعقاد القمة العربية الإسلامية اللي شارك فيها 57 دولة وانبثق عنها المجموعة الوزارية العربية اللي تحركت وجابت كل دول العالم، لدرجة أننا شاهدنا حجم التصويت الأوروبي الكبير لصالح القضية الفلسطينية ولصالح إقامة دولة فلسطينية عادلة على حدود 67. احنا بنتحدث عن قرابة لأول مرة، وده رقم تاريخي، 12 دولة أوروبية بتقر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة فلسطينية عادلة. أيضا هناك تحركات واضحة على كافة المسارات من قبل الدولة المصرية، سواء على مستوى الدبلوماسية الرئاسية أو حتى على مستوى الخارجية المصرية، من خلال إيجاد دعم حقيقي للقضية الفلسطينية وخفض التصعيد. خاصة أن القاهرة لو كان العالم أدرك نصيحتها الغالية التي قدمتها قيادتها السياسية لكل دول العالم من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، وصولا إلى أننا أصبحنا الآن على بوادر حرب إقليمية، ما كنا قد وصلنا إلى هذه الحالة. وبالتالي العالم يؤمن بالسردية المصرية، ولكن هناك معوقات حقيقية تتمثل في أن إسرائيل تتهرب من المسؤولية ويتم دعمها أمريكيا. كل هذه المعطيات تدفع في اتجاه تعطيل وقف الحرب في قطاع غزة، وبالتالي اتساع رقعة الصراع. ويعني لا أبالغ أننا الآن أصبحنا في مفترق سوق حقيقي بين خفض التصعيد أو الوصول إلى حرب إقليمية شاملة. عن حجم الدول اللي بتدعم الآن القضية الفلسطينية زي ما حضرتك ذكرت دكتور حامد، خليني أيضا يعني أشير لهذه النقطة اللي تحدث ليها وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج دكتور بدر عبد العاطي، حين قال أن فرنسا يعني بتتطلع بدور مهم نحو تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. خليني أعرف من حضرتك يعني الدور المنوطة به فرنسا في القضية الفلسطينية لدعمها في هذه المرحلة تحديدا، وهي يعني مرحلة غاية في الأهمية والسعي المستمر للوصول لهدنة وهذه المفاوضات التي يعني بنشهدها حاليا وفي انتظارها. طبعا فرنسا دولة مهمة جدا على المستوى الأوروبي، بتتحرك في إطار ثوابت واضحة للدولة الفرنسية، وهي أنها لديها إيمان وعقيدة حقيقية من أن الاستقرار في الشرق الأوسط ينبع من ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في هذا الموضوع. وبالتالي دائما وأبدا ما نجد المواقف الفرنسية منسجمة وبشكل كبير مع المواقف العربية ومع الكثير من الدول الأوروبية التي بدأت تخرج
من العباءه الامريكيه وتتحرك في اتجاه دعم حقيقي للقضيه الفلسطينيه. وفي ظني وتقديري ان فرنسا تمتلك الكثير من الادوات ومعها الكثير من الدول الاوروبيه لان استمرار اسرائيل في نهجها احادي الجانب، وفي ظل حكومه متطرفه من قبل نتنياهو وسموتريتش وبنغفير وعمخي الياهو وغيرهم من الوزراء المتطرفين سيدفع بالمنطقة نحو المجهول، وخاصة أن تصريحات وزير الخارجية المصري اليوم الوزير بدر عبد العاطي أكد أننا إذا استمرت الأوضاع بمثل هكذا وتيرة فإننا سنتجه إلى ما لا يحمد عقباه، كدليل قاطع على أننا في مرحلة خطيرة جدا وشائكة ومعقدة تحتاج الكثير من الجهود الدولية، تحتاج الكثير من الجهود الأوروبية بشكل عام لأن أوروبا لديها قوة اقتصادية، وأيضا هناك الكثير من الدول يعني انتهجت وتحركت في إطار أنها ستمنع إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي هذه الخطوات من الممكن أن تدفع في تغير الأمور بشكل عام، خاصة أن التصعيد اللي بنشهده الآن بين إيران وإسرائيل ومحاولة الرد الإيراني يتبعه رد إسرائيلي سيدخل المنطقة في حلقة مفرغة من العنف وستكون النتائج صفرية على الجميع، وبالتالي فرنسا ومن خلال إيمانها القوي بأهمية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، أهمية خفض التصعيد في المنطقة، عدم جر لبنان باعتبار أن فرنسا لها دور مهم جدا وداعم دائما وأبدا للشقيقة لبنان، كل هذه المعطيات تؤكد على أن الموقف الفرنسي متوازن ويتسم بالكثير من الموضوعية والواقعية السياسية التي تؤكد على أنه لا حل في المنطقة إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين. طيب خليني أذهب مع حضرتك دكتور حامد حول التصريحات بشأن المفاوضات الآن للقادة الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تصريح للرئيس الأمريكي قال إنه لا ينبغي لأي طرف أن يقود جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. إزاي حضرتك بتنظر إلى هذا التصريح ومشاركة الولايات المتحدة في هذه المباحثات؟ كيف تنظر إلى نيتها في التوصل حقا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة مع هذا التصعيد الذي ما زال مستمر في فلسطين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ما زالت الاستهدافات مستمرة، ما زال الحصار مستمر على الأشقاء في قطاع غزة، ما زالت الانتهاكات وجرائم الحرب بتمارس ضد الأشقاء في قطاع غزة. أنا بشكر حضرتك على السؤال الذكي يا أستاذ حمور، لأنه بالفعل هذه المفاوضات مختلفة تماما وكليا وجزئيا، لأن هناك عدة عوامل تقول ذلك، تقول أن هذه المفاوضات بها الكثير من المتغيرات التي من الممكن جدا أن تدفع الإدارة الأمريكية للتحلي بالإرادة السياسية اللازمة لوقف الحرب، ومن أولى هذه الاعتبارات هو الخوف والقلق الأمريكي لوجود ضربة إيرانية داخل إسرائيل، وهذا سيؤدي قولا واحدا إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية لحرب مباشرة مع إيران، وهذا ما ترغب فيه حكومة نتنياهو. حكومة نتنياهو ترغب في التخلص من كل أعدائها مرة واحدة، تريد التخلص، ولكن من أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحرب بالوكالة نيابة عن إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل تسعى وبكل قوة إلى الزج بالولايات المتحدة الأمريكية في أتون حرب لن يستطيع أحد أن يحقق أي مكاسب من وراء هذه الحرب، باعتبار أن إيران ستقوم بالرد، وبالتالي الرد المقابل من إسرائيل يدفعه قولا واحدا قيام قوات التحالف الأمريكية البريطانية وغيرها في الدفاع عن أمن إسرائيل، خاصة أن إسرائيل لديها رغبة حقيقية في استغلال هذه الأحداث للقضاء على المفاعلات النووية الإيرانية، أيضا التخلص من حزب الله في لبنان، جر التحالف الدولي لحرب مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وبالتالي يبحث نتنياهو وحكومته عن مصالحه الشخصية حتى على حساب الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حساب
أمن واستقرار المنطقة. النقطة الأخرى أو الاعتبار الآخر وهو خاص بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. ده ربما كان سؤالي التالي لحضرتك دكتور حامد، أنه هناك رأي بأن بايدن بيسعى بنية حقيقية لإنهاء هذا الصراع قبل انتهاء فترته الرئاسية، وهنا أيضا بنشهد يعني في مشهد آخر للتصريحات من إسرائيل نفسها، يعني مع أنه أصابع الاتهام ما زالت بتوجه لبنيامين نتنياهو بأنه دائما بيسعى لعرقلة هذه المفاوضات، لكن هناك تصريحات من أعضاء حكومة نتنياهو هي بتتهمه بشكل مباشر بأنه هو من يعيق هذه المفاوضات كما كان سابقا. وهنا يعني أيضا أريد أن أركز على جزئية نية الولايات المتحدة في الوصول لهدنة، وهل بإمكانها يعني أن تضغط على بنيامين نتنياهو وتجعله يعني يقرب وجهات النظر أو يقبل بما تتوصل إليه هذه المباحثات في هذه المرة؟ طبعا يا أستاذ حور، أنا بتفق مع حضرتك كل الاتفاق من أن إدارة بايدن الآن أحوج ما يكون إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي لن يخوض الانتخابات القادمة إلا أنه يريد أن ينهي حياته السياسية يتحقق وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، ولا أن يخرج من المشهد السياسي الأمريكي، وهناك حرب إقليمية شاملة يدور روحها في الشرق الأوسط بشكل عام، وسيتحمل المسؤولية الكبرى تاريخيا الرئيس بايدن لأنه تخاذل في اتخاذ مواقف حقيقية ضد حكومة نتنياهو. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني هذا إذا نجح الرئيس بايدن في وقف الحرب على قطاع غزة، هذا أيضا يصب في مصلحة مرشحة الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية، وبالتالي هذا يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي ضد ترامب، وبالتالي أرى أن هذا الموقف سيكون داعما، وبالتالي هنا تحولت القضية الفلسطينية كورقة انتخابية مهمة للإدارة الديمقراطية الآن، ويسعى الرئيس الأمريكي بشكل قاطع إلى وقف الحرب في هذه النقطة تحديدا، حتى أن الأمور بشكل عام يعني من الممكن أن تتحول المنطقة وفي حالة استمرارها بهذا الشكل إلى منطقة صراع ونفوذ دولي. يعني أنا شاهدنا في أسبوع واحد زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا إلى إسرائيل، وعلى الناحية الأخرى مستشار الأمن القومي الروسي شويغو إلى إيران، وبالتالي أرى أننا أمام مشهد معقد، مشهد يندى له الجبين على الإدارة الأمريكية بالفعل أن تمارس أقصى وأكبر الضغوط، خاصة أن لديها من الأدوات الحقيقية إن أرادت وقف الحرب فإنها فتأمر نتنياهو بوقف هذه الحرب. وأعتقد أن هناك أيضا يعني زيارة مرتقبة لبلينكين ربما لإسرائيل أيضا، وهذا يعني ما يدعنا ننظر إلى هذه الجولة من المفاوضات بشكل يعني يطمح للوصول لاتفاق لإنهاء هذا الصراع بشكل دائم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم على هذه الإيضاحات وهذه المداخلة.